اهلا بكم سيداتي سادتي في برنامج كيوتي زوم، البرنامج الحصري فقط على قناة ناشوناليتو. في هذا البرنامج سوف ندخل الى عالم الزومبي وسوف نرى كيف يعيش هذا الكائن الغريب ويتكيف مع الحياة. وينقسم البرنامج الى 4 فقرات. الفقرة الاولى النظر على الزومبي وتأمله من بعد. الفقرة الثانية الدخول الى مجتمع الزومبي وشرحه. الفقرة الثالثة تجهيز معدات الزومبية. والفقرة الرابعة وهي اهم فقرة، ونتمنى اعزائي سادتي انكم تنتظروا الى نهاية هذا البرنامج لتروا هذه الفقرة العجيبة الغريبة. وسبحان الله سوف نتعامل مع الزومبي وجها لوجه، وهي اهم فقرة كما قلت. لا تنسوا اسم البرنامج كيوتي زومب حصري فقط على قناة ناشوناليتو. نتمنى ان تستمتعوا، واذا ما استمتعت طز لنبدأ. حسنا اعزائي سادتي، اريد ان اضيف معلومة بسيطة فقط على ان هذا البرنامج يتم تصويره باستخدام كاميرا عالية التقنية، وهي كاميرا جوبرو تضع على الرأس لكي تعيش الاجواء وكأنك داخل البرنامج. هذا لكم لاننا نحبكم، فنتمنى ان تستمتعوا. وان لم تستمتعوا اكرر واقول طز لنبدأ. يضع الآن مصورنا حياته على المحك لتصوير هذا الكائن، ومن مسافات قريبة لتسهل رؤيته. واستمتعوا بالصور، ونتمنى أن تستمتعوا. وإن لم تستمتعوا أكرر وأقول طز. والآن سوف نشرح لكم مجتمع الزومبي، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف الزومبي. الزومبي هو كائن عاش ولم يمت، ثم مات ولم يعد، ثم عاد ولم يمت. ثم حدش يسألني ولا كلمة لأني مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله. هذه هي سلسلة حياة كائن الزومبي، والآن لنتحدث عن مجتمع الزومبي، المجتمع الذي تسوده العنصرية الجنسية كما ترون، حيث أن الزومبي يعود إلى اسم ذكري. وهكذا تم تسمية هذا المجتمع بالاسم الذكري، وأن الزومبي أيضا ينقسم إلى ذكر وأنثى، ويطلق على أنثى الزومبي اسم زومبي، ويجب مناداتها باسم زومبية. وكثير من الناس تعتقد أن مجتمع الزومبي مجتمع يتكون من مخلوقات شريرة وعدائية، ولكن هذا خطأ، بل هو مثل أي مجتمع يحتوي على الخير والشر، وفيه الزومبي الصالح والمحترم الذي يعيش حياة هنيئة مليئة بالسعادة والهناء، ويوجد الزومبي الشرير، فهو مثل أي مجتمع. نحن لا نريد العنصرية ضد هذا الزومبي، بل نحن نريد الوسطية. من المهم قبل التعامل مع أي زومبي أن تأخذ المعدات اللازمة معك، وهي أي شيء يمكن استخدامه للضرب أو القتل أو التعذيب. نحن لا نحب العنف سيداتي سادتي، ولكن بعض الزومبيات شو تخلف هذا شو الكاتب، ولكن بعض الزومبيات يجب التعامل معهم بعنف، ونحن لا نحب العنف كما قلت، ولكن يجب ضربهم، يجب تعذيبهم، يجب أكلهم، يجب ذبحهم، يجب تقطيعهم. هكذا يجب التعامل مع الزومبي الشرير، ولكن الزومبي الصالح يجب أن تمد له يد العون والمساعدة، يجب أن تحترمه، يجب أن تبوسه، يجب أن تعانقه، ولكن لا تزودها معه لأنه بيصير أشياء ممنهة. المهم والآن لقد وصلنا إلى الفقرة الرابعة، فقرة التعامل مع الزومبي. أنا شخصيا سوف أذهب لأتكلم مع أحدهم، وسوف يكون الوضع تحت السيطرة، ولكن إذا مت أتمنى سيدات سادتي أتمنى أن تخبروا أهلي بأني أحبهم. لنذهب. والآن نحن في منطقة تعمها الزومبيات أو الزومبيز أو ما هذا؟ طبعا لك ما هذا يا سيدات سادتي؟ نعم، إنه مجتمع الزومبي يحتوي على بعض الجنون، يبدو أنها متحمسة قليلا وتريد الظهور على الكاميرا وعلى البرنامج. لقد سمعوا الزومبي بأن البرنامج سوف يحدث هنا ويردون الظهور على التلفاز. استحي استحي، حسنا فقط قليل من التأديب. يبدو أنها ماتت، لنهرب. حسنا، نريد أن نعمل الاختبار قبل التعامل مع أي زومبي. أوه كنت أنا موت. وهو اختبار الزومبي الصالح واختبار الزومبي الغير صالح. نريد التكلم مع زومبي صالح لكي نبقى على قيد الحياة. يبدو أنه محترم. أهلا سيدي، وأخيرا زومبي محترم. أريد التكلم معك قليلا، أرجوك لا تأكلني. كيف حالك؟ هلعب. كيف أخبارك؟ نعم طلع والله محترم. ليش كنت منيح؟ ينعن ابو هيك برنامج، على ابو هيك شغل، على ابو هيك قناه.